ناخد كده نخرج ليه تليفون مهم جدا جدا. معانا على التليفون كابتن طارق محروس المدير الفني الحائز على ثالث العالم برونزية العالم المواليد 98. كابتن طارق مساء الخير. يا كابتن عوضي ومساء الخير على كل الاهلاويه وكل محبي النادي الاهلي. كابتن طارق الف مليون مبروك. مصر في اقل من شهر اثنين ميداليه، ميداليه برونزيه 98 مواليد 98 وميداليه ذهبيه في مواليد 2000. كره اليد في حته تانية في العالم مش في مصر بس. والله يا خالد يعني طبعا انا بهني مجلس الاداره اللي انت كنت برضك احدى اعضائه في اول ما انتخبوه الجمعيه العموميه، بهنيكم على الخطه اللي انتم حطيتوها لاعاده كره اليد. احنا كنا قاعدين بقى لنا فتره 5 سنين عقاد كده بتقوم على كره اليد الفتره الماضيه، لكن انتوا حطيتوا خطه طويله الاجل من خلالها تقدروا ترجعوا الناشئين تاني والشباب تاني، وحتى الدرجه الاولى الحمد لله دخلت في اول بطوله ليه بعد ما جلستكم ثامن العالم. ده دليل على ان الحمد لله كل اللي انتوا كنتوا مخططين له ربنا كرمنا. الشغل اللي انتوا كنتوا عاملينه ان انتوا تجيبوا مدربين كبار لمراحل سنيه صغيره، الشغل ده اعتقد ان هو ادى ثماره، لان طبعا في الاول كان في حرب كبيره احنا ليه نجيب مدربين كبار يمرنوا ناشئين، لكن الفكره اللي كانت صاحبها طبعا مو مصطفى الفكره كانت خارج الصندوق، فالفكره ادت ثمارها وادي النتيجه. احنا ابطال عالم للناشئين ثالث شباب، وباذن الله باذن الله بمشيتك يا رب 2021 هنكون على منصة التتويج بهذه اللاعبين اللي ادوا اداء عالي ثباتا نفسيا، قوه، سرعه، ثقه بالنفس. اعتقد ان هم بقى مؤهلين ان هم يكونوا في الفريق الاول. كابتن طارق، بعد ما عندك 4 لاعبين أو 5 لاعبين في المنتخب مواليد 98 خلصوا معاك وبداوا يكملوا، قلت لهم ايه في الفتره دي وهم رايحين يلعبوا كاس عالم تاني وبعد ما شافوا التتويج على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم اللي اقيمت في اسبانيا؟ والله يا كابتن خالد هم طبعا الاولاد يعني احنا واحنا بنشتغل في الشغل قبل بطوله العالم الحمد لله بفضل ربنا كنا عاملين حسابنا ان الاولاد دول عندهم مرحله ثانيه، وكان في دايما تنسيق ما بيني وما بين الكابتن مجدي وما بين الجهازين على هذا الموضوع. وقبل ما يسافروا كاس العالم واحنا في التكريم السيد الرئيس لينا قلت لهم يا جماعه لازم تنقلوا الشعور اللي انتوا حاسين بيه بالفرحه الكبيره ان السيد الرئيس بيكرمكم، لازم تنقلوها لزمايلكم اللي هيكونوا معاكم في بطوله العالم، ولازم ترجعوا بميداليه، ولازم تتكرموا زي ما منتخب الشباب اتكرم، ونقولوا لهم الشعور ده ونقولوا لهم احساس البلد بيكم، ونقولوا لهم احساس رئيس البلد بيكم. تاكدوا ان انتوا لو وصلتوا للمرحله دي هتقاتلوا في الملعب، ولعبه كره اليد القتال شيء مهم فيها جدا، والحمد لله اعتقد ان هم وصلوا الرساله. واعتقد ان الجهاز الفني الكابتن مجدي ابو المجد وحسين زكي ورون والدكتور عمرو اللي ببعت له كل تحيه، الدكتور عمرو يقول اللي بصراحه الجد المجهول في الجهازين، راجل على اعلى مستوى، هو صاحب الريكفري للفريقين، صاحب الريكفري والشغل البدني اثناء البطولات للفريقين، فهو راجل فعلا مجتهد جدا وادى ما عليه بكفاءه عاليه. فانا بحييه على الكلام ده، بحيي الكابتن مجدي ابو المجد وبقول له الف 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 مبروك، فرحتنا وكبرتنا ونصرتنا وجبت لنا ميداليه عزيزه علينا كلنا كاسره كره اليد. بصراحه شديده كابتن طارق، اول مره في تاريخ مصر لكره اليد 3 لاعبين بيطلع من عندنا، احسن لاعب في العالم قبل كده حصل، لكن 3 لاعبين جوه منتخب العالم، عبد الرحمن حميد، حسن وليد، واحمد هشام. شفت الموضوع ده ازاي امبارح كده وانت بتحلل المباراه؟ والله انا شفت ان هم يعني الحمد لله الثقه اللي خدوها مع منتخب 98 اديتهم ثقه في نفسهم، المكسب اللي هم عملوه مع منتخب 98 اداهم ثقه في الملعب، اداهم روح القياده، بيقدروا يقودوا المباراه، يقدروا يبقى في اثناء المشاكل اثناء الزنقه اثناء اللعبه لما يتزنق في الملعب بيقدروا ان هم يرجعوا للمباراه ويرجعوا في المباراه الثانيه. اللعيبه دي تعبت 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 جامد قوي اذا كان معانا او مع منتخب الناشئين،
والحمد لله ربنا كلم تعبهم بالمجهود اللي هم وصلوا ليه والميداليه الجميله اللي حققوها. واعتقد ان الميداليه دي هتبقى دافع ليهم ان هم يستمروا على السلوك اللي هم بيأدوه وهو الالتزام خارج الملعب، لان طالما في التزام خارج الملعب اكيد في التزام داخل الملعب. وبقول لك حضرتك مره ثانيه فعلا فعلا الحمد لله الالتزام اللي وصلوا له من خلال الجهازين في اثناء تجهيز البطولتين هو اللي وصل اللعيبه دي انها تأدي بالقوه والمهاره اللي أدت. كابتن طارق، اخر سؤال عايز اساله لك، شايف منتخب مصر وهو قادم على بطوله افريقيا المقامه في تونس، تصفيات اولمبياد طوكيو 2020، شايف المواجهه هناك هتكون شكلها ازاي بين منتخب مصري اللي هو قدر يكسب منتخب تونس 8 اهداف فارق في بطوله العالم، طلع الثامن وعندنا ثالث العالم واول العالم، شايف المواجهه دي ازاي يا كابتن طارق بصراحه؟ والله بصراحه كابتن خالد، طبعا انا شايف ان الحمد لله قدرنا انا والكابتن مجدي والجهازين بتوعنا قدرنا ان احنا نقدم وجبه دسمه جدا للمدرب الاسباني، ادينا له على الاقل 7-8 لعيبه، 7-8 لعيبه دول هيخلوا عنده حريه في ان هو ينتقي لعيبه المنتخب، عنده طبعا لعيبه كبيره في المنتخب زي احمد الاحمر واسلام والمصري مش عايز والترع مش عايز انسى حد، وعلي زين وكريم هنداوي والطيار، المجموعه دي وفي ناس كتير انا اسف مش عايز يعني هتنسى كده، مش عايز اذكر كل الناس عشان ما انساش حد. فاللي انا عايز اقوله ان مجموعه الخبرات دي على مجموعه الشباب دي اعتقد ان هو يقدر يكون منتخب قوي، مش بس يفوز على تونس، لا باذن الله يفوز على اي دوله يقابلها، لان الفرق اللعيبه الصغيرين دول يا كابتن خالد ولدوا ابطال وولدوا كبار، ولدوا ابطال يعني ايه؟ يعني روح البطوله بقت في دمهم، يكسبوا ما عندهمش رهبه من اي حد، ولدوا ابطال لان هم دايما شايفين المنصه قدامهم، واعتقد ان هم هيخشوا على الفريق الاول يبقوا دعامه كبيره ليه. واعتقد ان باذن الله النصر هيكون حليفنا، وبطوله افريقيا هتكون من نصيب منتخب مصر اللي هتاهله للاولمبياد باذن الله. باذن الله كابتن طارق محروس بنكشفها، شكرا جزيلا ونبارك ليك ونبارك لاسره كره اليد المصريه ونبارك للشعب المصري. كاس العالم للناشئين في مصر مواليد 2000 بيوصل النهارده باذن الله مع نجومنا وابطالنا ان شاء الله، باذن الله الساعه 2 فجر بكره ان شاء الله كاس العالم عندنا حاجة